اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا بجد لكل الناس اللي بتعمل لايك للفيديو، وشكرا للمشتركين الجدد في القناه. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي بنتعامل مع الزغلولين اللي لسه طالعين من البيضه. يعني هنشوف مع بعض زغلولين جعفري لسه طالعين من البيضه، واحد طالع امبارح واحد طالع النهارده. هنشوف مع بعض هناكلهم ايه، وان شاء الله هنستخدم منتج كويس جدا ورخيص طبعا مقارنه بالمستورد، ومفعوله ممتاز جدا جدا جدا. يعني ما شاء الله ما جلاش معايا في ولا زغلول، زيه زي المستورد بالظبط. لما المستورد خلص من عندي ده بصراحه سد مكانه كويس جدا. اتمنى ان انت تركز في الفيديو، ولو عجبك الفيديو ان شاء الله هتعمل اللايك وتشير الفيديو. دول ما شاء الله عليهم زغلولين جعفري لسه طالعين من البيضه، واحد طالع امبارح، ده طالع امبارح، وده لسه طالع من شويه البيضه دي بتاعته. طيب الزغلول بتاع امبارح اكلناه، بس لسه زي ما احنا شايفين كده ايه، ما اكلش تاني من الحضانه النهارده، وده بقيت اكل امبارح او اللي باقي متعلق على الجدار بتاع المعده بتاعه، ده لسه ما اكلش خالص. طيب الزغلول الاكبر ده لو ما اكلش النهارده، يعني لو انا ما اكلتوش تاني مش هيقدر يستحمل وهيموت، فهنخسر الزغلول. فعشان كده لازم 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 زغلول جعفري، زغلول افريكان، اي زغلول في الدنيا من العظم الصغير او الحاجات اللي بتحتاج مساعده لازم تاكلها بايدك. طيب في ناس يعني بتعمل ميكسات في البيت والكلام ده كله، الكلام ده ما بينفعش في اول يوم نهائي، الكلام ده ما بينفعش في اول يوم نهائي. عشان كده احنا لازم نستخدم حاجه كويسه، الجولدن ميكس طبعا هنستخدمه. يعني احنا بنستخدم الـ A21 للحاجات اللي زي كده، بس عشان الـ A21 مش متوفر فهنبدا ان احنا ايه نستخدم الجولدن ميكس، وهنبدا نستخدم الميه والسرنجه والمعلقه وناكل الزغاليل دلوقتي. طيب ادي كوبايه الميه، تمام. هنبدا ان احنا نجيب، الناس هتقول لي هجيب الجولدن ميكس ده منين، هسيب لكم رقم المصنع في التعليقات اهو. ادي معلقه كبيره اهي، تمام، ودي الثانيه، هو مش هياخد اكتر من كده. هنقلب، وممكن يحتاج ميه كمان، تمام، بنخليه خفيف، يعني بنخليه ما بين الخفيف مايل للتقيل سنه، مش 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 تقيل خالص. يعني خلينا ايه نبص مع بعضينا اهو، طبعا ايه عشان ما يكلكعش احنا بنقلبه كويس اهو. بصوا بقى عامل ازاي، بس كده. شايفين السرنجه اللي هناك دي، السرنجه دي فيها مبسم سيليكون، تمام. المبسم ده هو اللي بينفع للزغاليل اللي زي دي علشان بقها. طيب هناخد اهو نقلبه، وناخد السرنجه، جميل، وهنبدا ان احنا ايه دلوقتي هناكل الزغلول. مش عارف بقى طبعا هاكلهم ازاي، بس ثانيه واحده. حمو هنده لمحمد يساعدني، لان انا ايه مش هعرف اكلهم وانا ماسك الكاميرا. تعالى حمو ثواني والنبي، امسك الكاميرا دي كده بس دقيقتين. مش عارف اكلهم، امسك هي وهي كده بس. ايوه ثبتها نفس الوضع ده. طيب كده احنا شايفين الزغلولين، ادي اهو ده مش واكل، ده بصوا اهو بنفضي الهواء اللي فيه، يعتبر مش واكل، وده لسه طالع من البيضه على الجنب. هنعمل ايه بقى؟ اهو زي ما احنا شايفين اهو بنفضي الهواء اللي في المعده، تمام، واهو هنبدا ان احنا ايه نديله بالسرنج اهو. بصوا عمل ازاي، مسمر مكان كده، هو خلاص ماشي اتظبط. هو ممكن يلوي دماغه شمال ويمين ومش عارف ايه، بس ده اللي هيعمل الحركه دي عشان هو لسه اول مره ياكل. خلينا نبص كده اهو، برده بنفضي الهواء ليه، عشان ما ياخدش مساحه على الفاضي اهو. اهو زي ما احنا شايفين كده. حد يقول لي انت حرام عليك الزغلول ماسكه كده ليه ومش عارف ايه، الزغلول اللبة تعامل معاه بحريه تامه، ما تخافش.
بس كده. ده انا اديته شوية ازيد من لازم، مش مشكلة، عشان بس ايه نبقى شايفين. طبعا بيتمسح بتزبط عشان ما يلمش تحديد. بس بصوا التاني عشان ايه عدى عليه يوم. ادي الاتنين اهم ما شاء الله عليهم، هنشوفهم بصحة كويسة ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية وان شاء الله تعجب. بقيت الميكس بقى هعمل بيه ايه؟ انا جايب السرنجة الكبيرة دي عشان علشان اكل بيها بقية الزغلول ده والزغليل اللي هي ايه محتاجة تاكل واحدة. طيب ليه هاكل الزغلول ده؟ الزغلول ده عظم كبير، الاهالي ما بتعرفش تاكله كويس، مأكلينه حبيتين ثلاثة، فلازم ان انا ايه اروح مساعده ومأكله. هقلب واعمل كده واسحب للاخر اهو، وابدا ان انا ايه هديله. بس بقى زي الفل. وهكذا معظم الحمام اللي عندك، الزغاليل اللي هي محتاجه ان هي تاكل لازم كل يوم تاكلها وجبه او اتنين لو الحضان ما بياكلهاش. هرجع دول بقى مكانهم وزي ما احنا شايفين كويسين ما شاء الله عليهم، ان شاء الله نعمل لهم سلسله فيديوهات لوحدهم كويس. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.